في المسائية. قمة بريكس تنطلق في جوهانسبورغ، كتلة عابرة للقارات تقلق الغرب. هل تمهد لنظام اقتصادي جديد؟ وأي تهديد تمثله لهيمنة الدولار؟ تمديد اعتقال متهمين في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، والبحث عن خيارات بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد. أي أفق للأزمات المتلاحقة في البلاد؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.